والله العظيم اني لا ادري ان في شعب الامارات ناس الحين ساكنين بالاجار الين يدني مكاتبهم وطلباتهم. الله يطول في ابو ظبي ومن دبي ومن الشارجه ومن راس الخيل. في ناس ساكنين بالاجار. كيف هذا يسكنون بالاجار؟ كيف يحق للحاكم انه يخلي مواطن يسكن بالاجار؟ صباحك كيف يا بلاد شعب.